سياقة مع وضع السيارة في المحشر. هذا هو قانون الشرطة. وهذا الحجر الصحي لمن كل يوم تموت. الناس قاعدة مجندة عليكم أنا تحسيس التوعية في النار وكذا. ولكن التحت السلطات باتوا بعد. حجر صحي، صحي جزئي في الإنجليزي. اللي هو يبدا من 7 تحسيس 7 تحسيس. ربي يساعدك إن شاء الله. على الوقوف في الميدان على مدى تنفيذ القانون الحجر الصحي الجزئي اللي يبدا من 7 مساء إلى 7 صباحا، هذا على مستوى مدينه اليزي ومدينه اينا ميناس وجانت باقليم الاختصاص، وهذا بتسخير جميع امكانيات البلديه والبشريه لذلك، مع وضع فرق عملياتيه تجوب معظم وكل شوارع المدينه للوقوف كما قلت سابقا على التطبيق الصارم للحجر الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا، وهذا لمنع إجوال لأي مواطنين الراجلين ومستعملين الطائرات سائقي السيارات أو المركبات بمختلف الأحجام والأصناف. شكرا. 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 شكر